بركان. طبعا الشباب بعد بريرة تطور كثير، أصبح له هوية. طبعا احنا عارفين ان الشباب فيه نقص كثير من اللاعبين، لكن هوية الفريق موجودة، تنظيم دفاعي على أعلى مستوى. اليوم توفق الحقيقة، استحوذ على المباراة، سيطر، كان ماسك المباراة. الرياض كان عنده مشكلة في المدرب، انه بدأ خطأ، بدأ بتشكيلة غير التشكيلة اللي متعودين عليها ويلعب عليها، بدأ بخمسة ثلاثة اثنين. في الشوط الثاني لما وجد انه هذه التشكيلة ما أدت النتيجة، غيره ورجع للتشكيلة الأساسية أو الطريقة الأساسية لطريقة لعب الفريق، وأصبح في فرص، وصل للمرمى وتوفق الدفاع وحارس الشباب بأنه كان يحاول أنه يعود الرياض المباراة. المباراة في مستوى كانت متوسطة المستوى فنيا وتكتيكيا، كانت عالية المستوى من الفريقين الحقيقة، ولكن الأدوات طبعا ما كانت عند الرياضة والشباب، توفقوا في إنهاء الفرص السهلة اللي حصلت في المباراة. المباراة بصفة عامة مباراة تلعب ولا يعني تفوز ولا تلعب، فيها المباراة تفوز وخروج، وكل فريق كان حريص على انه ما يكون هناك انفتاح كثير في الملعب، كان هناك في اغلاق جدا في المناطق الدفاعيه، المساحات كانت ضيقه، وكانت الامور بكل فريق بيحاول انه ما يتسجل في هدف، ولكن فريق العناصر اللي تعرف توصل للباب في الشباب كانت فرصها اكثر واخطر في وصول المرمى.